أيضا ما جاء عند الطبراني من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بعد الصبح ويرفع صوته حتى يسمع أصحابه، كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، يقولها 3 مرات ويرفع صوته، ثم الجملة الثانية والثالثة وهكذا. فهذا حديث ضعيف لا يصح أيضا.